الله 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق تقوى فمن اتقى ربه نجا ومن أعرض عن ذكره هوى. أيها المسلمون نعم الله على العباد لا تحصى. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله واللسان من النعم العظيمة والإضلال في صنع الله العجيبة امتن به على الإنسان. قال سبحانه ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين به العلم والبيان والتكريم لبني آدم. قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وكل ما يقوله العبد محفوظ في صحائفه وسيلقى به ربه يوم القيامة. قال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذا أمر الله عباده بالقول السديد. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا كما أمرهم بأن يقولوا أطيب الكلام وأحسنه. قال سبحانه وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ومن واجبات الإيمان حفظ اللسان إلا من الغيب. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وابتدع الله عباده المؤمنين بإعراض عن اللغو بإعراض عن اللغو من القول والعمل. قال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون. والمسلم من حفظ لسانه وبحفظه تتفاضل المنازل العباد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه المسلم والجنة جزاء من حفظ لسانه. قال عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة رواه البخاري. اللسان صغير الجرم كثير النفع وقد يكون شديد الضرر إذا استعان النبي صلى الله عليه وسلم من شره. فقال اللهم إني أعوذ بك من شر لساني رواه أبو داود. وخافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه وأمته. قال سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا رواه الترمذي. وعلى الخوف منه سار الصحابة رضي الله عنهم فأخرج أبو بكر رضي الله عنه لسانه وقال هذا الذي أوردني الموارد. فقال ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بلسانه ويقول ويحك قل غيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم وإلا فعلم أنك ستندم.
اللسان الخطوط عليم في الدنيا والآخرة، وكم أفسدت كلمة على أقوام حياتهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس شيء أحوج إلى طول السجن من لسان، وقد يهلك الكلام صاحبه حتى يلقى الله مفلسا. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته قبل أن يرضى ما عليه أخذ من خطاياهم. فطرح عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال عليه الصلاة والسلام: الفم والفم. رواه الترمذي. وإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. وأعظم آفات اللسان دعاء غير الله وجعل ندا له. قال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وأعظم محرمات القول على الله بلا علم، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والاستهزاء بالدين يخرج صاحبه منه، قال تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والكذب من الغوائح الذنوب وفواحش العيوب وأصل كل شر وهو من علامات النفاق. وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال رجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يقتل عند الله كذابا. وأقبح الكذب ما كان على الله ورسوله، قال سبحانه: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار. وكل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ومن الكبائر شتم الرجل والديه. قال: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. ومن الموبقات قتل المحسنات الغافلات. قال سبحانه: إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. والبهتان ومن مليء بما ليس فيه. قال سبحانه: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومن آفات اللسان السعي بالنميمة بين الخلق. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة النمام. متفق عليه. قال يحيى بن كثير رحمه الله: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في السنة. وسمار المسلم فسوق. ولا يرمي رجلا رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا رددت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وفضول الكلام وزلة قدم. والله كره لنا قيل وقال: ومن حسن الإسلام تركه ما لا يعني. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: من تكلم فيما لا يعني حرم الصدق. قال النووي رحمه الله: ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر فيه المصلحة. وبعد: أيها المسلمون، فكف اللسان وبغض أصل الخير كله. ومن ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكم. ومن سمت نجا. ولا يزال العبد سالما ما سكت، فإن تكلم كتب له أو عليه. ومن عد كلامه من علمه قل كلامه فيما لا يعنيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.